مساء الخير على كل متابعين جريدة المسا وموقع المسا وبوابة الجمهورية أونلاين. بنرحب بكم معانا من داخل حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك بالقاهرة. أيام بسيطة وتستقبل كل حدائق على مستوى الجمهورية زوار العيد من أطفال وكبار وشباب. النهاردة اخترنا لحضراتكم حديقة الأسماك علشان نشوف أهم الاستعدادات لاستقبال الزائرين في عيد الفطر. زي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين هنا في حوض كبير، على حوض كبير للأسماك، أسماك الزينة المختلفة من الأشكال والألوان. معانا أحد العاملين هنا هيكلمنا عن استعدادات الحديقة وعن أنواع الأسماك اللي هي متاحة للمشاهدة من زوار الحديقة. مساء الخير، زي حضرتك؟ عم رمضان صح؟ عم رمضان. كل سنة حضرتك طيب يا عم رمضان. كل سنة حضرتك طيب. احنا هنا فين دلوقتي حالا؟ احنا هنا في المكان اللي هو يخص الاسماك والتماسيح والزحالف، اللي هو المعمل داخل جنينة الاسماك. تمام. ديت اي زائر بيجي لازم يخش هنا المعمل دوت، لان فيه رعاية اكتر من اي حتة للتعقيم وتغيير المية وكده. وهنا انواع كتير من الاسماك، اسماك زينة وأسماك بحيرة وأسماك بلدي. بس مني الوقت متأخر معلش، مش هنقدر نجيب لكم الكمية كلها. بس احنا بنقول الحاجة اللي موجودة. يعني ده نموذج واحد من أشكال كتير موجودة عند حضراتكم هنا في الجنينة، صح كده؟ أيوه. لكن دلوقتي الساعة الظهرية دي أو الشمس هم بيبقوا أغلبهم ما ينفعش يظهروا يعني، فبيبقوا في أماكن معينة عشان ظروفهم يعني التكاثر وظروف يعني وفقا للإجراءات الصحية المتبعة لنمو الأسماك. ده عبارة عن المعمل يا عم رمضان صح؟ دوت الاسم محطوط، الاسم بتاعه المعمل، على أساس إن هو هنا فيه رعاية أحسن من أي حتة، تعقيم وتغيير مية وكده. هنا اللي بيدخل اللي عم رمضان المعمل بيشوف بس الجزء دوت؟ لا، الأجزاء اللي جوه اللي فيها التماسيح والزحالف، وفي أسماك على جميع الأنواع محطوطة في حوض بقى. لا، الزحالف دي حية يعني ولا أيوة محنطة؟ أيوة، وتماسيح حية. حية برضه؟ أه طبيعية. طب ده فين ده المرة دي؟ ما هو أنا بقول لسيادتك، هو الموظف اللي هنا معاده وجه خلاص. في معمل تاني فيه الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ أه الحاجات الحية اللي أنا بقول لسيادتك عليها. طب هنا برضو في حاجة؟ هنا أسماك النيل. طب هنا القاعات دي ليها اسم عشان الزائرين لما يجوا يدخلوا يسألوا عليها يعني؟ قاعة أسماك النيل. أول ما يجوا يقولوا فين المعمل، بس لما يجوا المعمل يتفرجوا على كل حاجة هنا. هنا دي أسماك صغيرة قوي، يا رب تكون باينه، بس بيظهر واحده واحده. هو ده مكان مثلا بيتكاثروا فيه يعني عشان بيتكاثروا علشان يحسبوا برضو ايه هنرمي لهم اكل. بس كده هيتجمعوا هنا اهو، هيتجمعوا الفكره ان احنا هنرمي لهم اكل. واضح جدا. ده السمك اللي هو العادي اللي هو البلطي ولا ايه؟ ده السمك الوحيد. اسمه نوع ايه، بلطي ولا ايه؟ لا انا حاسه ان هو نوع بلطي. في قراميط وفي يعني خالص. هو انا مكتوب فعلا على اليافطه فوق ان ده سمك بولتي نيلي عائله سكيلد الافريقي، سمك نيلي. والاسم العلمي يا اوريا اوركروماس نيلو تيكس. نيلو تيكس دي موطنها افريقيا. مكتوب برضو على اليافطة خصائص الأسماك دي، هي تحتفظ الأم بالصغار داخل الفم حتى يصبحون قادرون على السباحة. يا رب تكون باينة معانا. طيب تمام.
تمام. بص مكتوب عليه ده المعمل. صوريه بالمرة. ايوه هنا اعزائي المتابعين، ده المعمل الخاص بالاسماك برعايتهم وتكاثرهم، وطبعا يعني بيبقى فيه اطباء بيطريين هنا موجودين علشان يبقى فيه رعاية اكتر للاسماك، وان شاء الله تكون الحديقة جاهزة لاستقبال حضراتكم في العيد زي ما قال عم رمضان، زي ما كنا من شوية مع مدير الحديقة الدكتور محمد عبد الحميد. وحضرتك طيب، بنطمنكم ان في هنا امن وامان، هنا قايمين بخدمة الزائرين جميعا. اللي بيجي من الساعة 9 لحد الساعة 3 بالنسبة لرمضان، انما الايام العادية من الساعة 9 للساعة 5. طبعا الحديقة مفتوحة في الايام العادية من مواعيد من 9 ل 5، وطبعا الايام اللي احنا يعني فيها دي اعياد اخواتنا الاقباط وشم النسيم كمان والعيد الفطر، يعني الحديقه هتبقى حافله بالزوار ان شاء الله في الايام دي. بقول لها انهم فاهمين ان هي الجنينه فيها امن وامان زي ما بيأكد عم رمضان هنا، ان الجنينه فيها امن وامان وفيها اماكن استراحات وفيها اماكن وفيها كافيتيريا للمشروبات بتاعت العاب، مشروبات فقط ولا اكل كمان؟ وفيها اكل، وفيها مجال العاب للاطفال زي منطقه ملاهيب مراجيح وزحاليق زي ما بيقول عم رمضان. هنفرجهم في حاجات كتير برضو ان شاء الله، بس اللي يجي يبدا معانا اليوم من بدري عشان يقدر في برنامج يا عم رمضان ان شاء الله باذن الله. لما يجوا بنبدا معاهم من اول لما يخشوا من البوابه لحد لما يخرجوا بيستمتعوا، يعني بيبقى في حد معاهم بيمشي معاهم ويعرفهم الاماكن، زي في واحد كلاف اللي هم ماسكين المعمل كده يعني هو ده. طب قول لنا على اهم المعالم هنا اللي الناس تدخل تقصدها على طول كده وتبقى تستمتع وهي موجوده بتشوف. هو لو جاي لمؤاخذه معاه اسره هيقعد في الاستراحه اذا كانوا هياكلوا لقمه ولا يشربوا حاجه، وبعد كده يبدا يتجول في الجنينه. اول ما هيبدا يخش على المعمل اللي هو فيه الاسماك، وبعد كده عنده البحيره وعنده الجبلايه وعنده قسم الاسماك اللي متحنطه، عنده حاجات كتير، برنامج حلو يعني هيعجبه. وهنا الجنينه معروفه من قديم الازل، يعني احنا دخلنا اكثر من 160 سنه الجنينه دي موجوده في عهد الخديوي اسماعيل. طبعا ايوه الجنينه انشئت على يد مهندسين فرنسيين في عصر الخديوي اسماعيل. هيستمتع معانا ان شاء الله. ان شاء الله يا عم رمضان. احنا طيبين وحضرتك طيب. احنا هنا مش عارفين نشوف بصراحه كل الاسماك لان هي ليها اوقات معينه بتخرج فيها من ساعات النهار. دلوقتي الشمس حاميه جدا، فهو يعني خطر عليهم ان هم يخرجوا او يخرجوهم من المعامل او الاحواض بتاعتهم او يفتحوا لهم ويحطوا الاكل زي ما بيحطوا فيظهروا للزوار العاديين. درجه الحراره عاليه هنا في الحديقه، فزي ما ورينا لحضراتكم يعني دخلنا جوه في المعمل شفنا بعض من اسماك الزينه، بعض الانواع، شفنا السمك البلطي. في هنا كمان على الجنب اليمين في البحيره اللي هي بالقرب من الكوبري الشهير هنا. طبعا اهم مشاهد السينما المصريه كانت هنا اهو على الكوبري دوت، خاصه زي ما بيقول عم رمضان كده، زي ما حضراتكم كلكم ممكن تكونوا شفتوا فيلم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لما غنى غنوت حلو كذا. احنا كده في الكافيتيريا هناك اهيت. ايوه هنا البحيره وفي جامع وفي حمامين بقى، حمام حريم وحمام رجالي. وفي الالعاب اللي قلت لسيادتك عليها هنا برضو. ودي الاستراحه اللي هي فيها الدكه، احنا شايفين الاستراحه وفي زوار اعتقد اهو دلوقتي من اخواتنا الاقباط. لا كل الشكر، بنشكر حضرتك يا عم رمضان. وان شاء الله يعني امر الناس المحترمه بيجوا ينورونا، عيد فطر مبارك باذن الله، ويقضوا معانا يوم حلو، ونتمنى باذن الله ان يكون سنه جميله عليهم وكل سنه وهم طيبين. طب تقول لهم رساله كده ان انتم مستنيينهم وفي انتظارهم وهينبسطوا ويتمتعوا ان شاء الله. احنا عاملين استعداد بقالنا اسبوع علشان الناس اللي هيجوا يشرفونا، واحنا موجودين هنا لراحتهم، واي حاجه تعوق بينا احنا الامن هنا موجود، ارجع لبتاع الامن ومالكش دعوه.
تمام. التذكرة زي ما هي 5 جنيه. التذكرة زي ما هي 5 جنيه، الأجنبي 20 جنيه. تمام، كل الشكر يا عم رمضان. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك. شكرا يا عم رمضان، كتر خيرك. كنا مع حضراتكم أعزائي متابعينا جريدة المسا من داخل حديقة الأسماك، عشان نتعرف على أهم الاستعدادات لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك. دخلنا على عند البحيرة، دخلنا عند المعمل، رحنا عند الكوبري، رحنا عند الجبلاية اللي هي الأسماك المتحنطة. بس لكن للأسف زي يعني كان نفسنا نوري حضراتكم أنواع كتير من الأسماك، ولكن في اشتراطات صحية ما ينفعش في الساعة اللي هي فيها شمس حامية دي، وكمان غير في وجود الأطباء المصريين. طبعا في زوار قاعدين في الاستراحة، طبعا هنا في تقريبا يعني بعض الأطفال والزائرين في الاستراحة، وفي منطقة ألعاب زي ما عرفنا من العمال هنا. ولكن بتبقى الجنينة بنطمن حضراتكم إنها مستعدة لاستقبالكم طول أيام عيد الفطر المبارك، وكمان في احتفالات شم النسيم، وكمان في احتفالات أعياد إخواتنا المسيحيين. كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ونلقى حضراتكم في لايف جديد بإذن الله من داخل حديقة جديدة، لنعرفكم على أهم استعدادات الحدائق على مستوى القاهرة في استقبال زوار عيد الفطر المبارك وأعياد شم النسيم وإخواتنا المسيحيين. كل سنة وكلنا بألف خير. أتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله، ونلقاكم في بث جديد. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.